السلام عليكم الأعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي القيص الهندي، فهي لها فوائد كثيرة. أنا جربتها شخصيا ليا ولبناتي والزوج ديالي، صراحة وصفة رائعة جدا، فهي كتفيد بزاف ديال الحوايج، ولكن أنا استعملتها لصيانة الأنف، فهي صراحة وصفة كتستحق التجربة على ضمانتي. فهي كديرها من عامين حتى لما فوق، يعني جميع الأعمار بدون خوف من أي حاجة، وزوينة حتى اللي عندهم الحساسية، يعني فصل الزيتون أو الفصل اللي تي عنده مشكل ديال الحساسية كيديرها المناخر ديالو، راه زوينة الحساسية. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم هاد الفيديو، وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم الرائعة، وكنشكركم بزاف على الاشتراكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم ليا، وشكرا لكم بزاف. مهم الا عجبتكم الوصفه كنتمنى انكم تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم، وما تنسونيش بلي لايك والاشتراك، وشكرا لكم بزاف. هذا الموضوع زوين بزاف، كيناسب هذا الجو هذا اللي حنايا فيه، وصراحه عن التجربه قلت علاش ما نشاركوش معكم. هو يا غير معروف بزاف عند الناس، ولكن عنده سميتو عنده فوائد كثيره بزاف، اللي هو القسط الهندي. القسط الهندي هو الاصل ديالو من الهند. ها هو يا كيتباع عند العطار. هذا القيص الهندي هذا عنده فوائد كثيره، مزيان الديده اللي تيكونوا عند لا عند الصغار لا عند الكبار، مزيان السعال، مزيان بزاف ديال الحوايج، محفز ديال الجهاز الهضمي. وانا جربته شخصيا سميتو فاش يكون الرواح ضربك، جربته صراحه للرواح، للسيلان الانف، صراحة ديال الله تجربة رائعة. بنتي عندها الحساسية ديال الأنف، دائما مناخرها الصباح كيهبطو بالماء يوميا يوميا الماء. حتى جاتني هاد سميتو هاد الوصفة هادي، قالها لي واحد السيد الله يجازيه بخير، قال لك هاد القسط الهندي راه زوين للسيلان. من بعد فاش بحثت عليه وقريت عليه لقيتو بصح نيت مزيان بزاف ديال الحوايج، ماشي غير الصيانة الانف، بزاف ديال الحوايج. يعني راه غتدخلوا لهذا الجوجل تكتبوا على القسط الهندي غادي تلقاو عليه بزاف ديال الفوائد كثيره. انا غادي نهضر لكم غير على حاجه وحده اللي هي انا استعملتها ونجحت ليا، هو سيلان الانف الرواح اللي هو كاين دابا. كاين هذا القسط الهندي كناخذوا منه شويه، ماشي الراس ديال المعلقه، انا غادي نوريكم كيفاش. هانتوما كناخذ الراس ديال المعلقه صغيره منه، حيت هو مجهد. هانتوما كتلوحوها في القرعه، صافي هاد شويه اللي كديرو، وكتخبيو عليها زيت العود، زيت الزيتون. الا كانت زيت قديمه حسن، الا كانت غير جديده ماشي مشكل. الزيت القديمه يعني ماشي اللي عاد مطحونه، تكون داير عليها العام. زيت العود اللي هي زيت الزيتون فهي احسن، سميتو تكون ديال العام. كتاخد هاد شويه هذا كتخوي فيه الكويس الصغير ديال زيت الزيتون، كتسد عليه، كتخلطها مزيان هاد القريعة هادي، كتخليها ليلة واحدة. من بعد كناخدو هاد الكوتون ديال سن نقيو به ودنينا. المهم هذا هو اللي كناخدو كل ليله
كنخشيو هذا في هنايا صافي، ما تتبقايش تحركيها صافي، تتبقاي تخلطي غير داك التخليطه الاولى، من بعد كتحطيه في شي بلاصه كتهزي هذا الكوتون هذا ديال الودنين وكتخشيه في منخرك هاك، كدير قطره هكا وقطره هكا، عرفتي راه كتبان النتيجه من النهار الاول. كتستعملو 3 ايام، النهار الاول المناخر ديالك تينشفو، ما تيبقاش داك السيلان ديال الانف، ديروها بالتجربه وردوا عليا. كتحمق هاد التجربه صراحه ديال الله، انا بعدا تهنيت من المشكل ديال الانف مع بنتي، وكانت الزوج ديالي حتى هويا داروا مره وحده الصباح ما بقاش عنده مشكل. وهاد سميتو القشط الهندي راه مزيان حتى للراس، مزيان لطرد الجن، مزيان للسحر، مزيان لكل شيء. يعني دير واحد شويه ديال هاد القشط الهندي كدير في ديك المبخره وكتتبخر به الدار ديالك، كيطرد الطاقه السلبيه من الدار، يعني فيه فوائد كثيره، استعملوه وما تندموش عليه. كيطرد بزاف ديال الحوايج خايبين من الدار، السحر سواء الم الراس الجن، مزيان بزاف ديال الحوايج، الطاقه السلبيه كيطردها هاد القشط الهندي. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذا. بالنسبه اللي عنده سيلان الانف راه بالتجربه راه مزيان، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع الناس ديالكم والاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وتبارطاجيوه وما تنساونيش باللايك والاشتراك. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.